رفح سيد هشام هنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر. سيد هشام أهلا بك معنا، صباح الخير. هل لديكم أي معلومات متوافرة هشام حول ما يجري في مجمع ناصر الطبي؟ يوم أمس يعني كان هناك إخراج لعدد كبير من النازحين، ومن ثم الأخبار قالت بأن عدد منهم عاد وتم الإطلاق النار عليهم. يعني هناك صورة ضبابية نوعا ما بما يجري في المجمع، وأيضا كان اليوم هناك إطلاق نار أيضا. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام. في الواقع نحن نتابع منذ الأمس مجريات الأمور في مجمع ناصر الطبي وما حوله، ولا زلنا نحاول الإبقاء على الاتصال مع وزارة الصحة الفلسطينية بخصوص أي مستجدات لهذا الأمر، ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم أي دعم يمكن أن نتقدم به من أجل تسهيل الأمر هناك بما يتعلق به توفير الحماية للمدنيين الذين يمكنهم الخروج أو إمداد المستشفى بكل ما يلزم من أدوية وأكسجين وغيرها من المستلزمات التي تبقيها قيد التشغيل. نذكر بأننا قد حذرنا مرارا وتكرارا من التكلفة الباهظة التي سوف يتكبدها الأهالي في قطاع غزة إذا ما استمرت الأعمال العدائية في إخراج المستشفيات عن الخدمة، وأن لذلك أثر قاتل بأنه سوف يؤدي إلى فقدان العديد من الأرواح. نحن نتابع أيضا تقارير ترد بخصوص الآلية التي يتم إخراج فيها الأهالي، ونقوم بإجراء الاتصالات قدر المستطاع مع الجهات الإسرائيلية المعنية بغية الحرص على تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، أي توفير ممر آمن للأهالي، توفير وصول كامل لكل ما يلزم من مستلزمات أساسية كالغذاء كالمياه كالمأوى كالدواء وغيرها التي تمكنهم من البقاء على قيد الحياة. ولكن للأسف الظروف الإنسانية بشكل عام في قطاع غزة وفي المناطق التي يخرج إليها الأهالي ظروف قاسية، ظروف لا إنسانية يتخللها الخطر الشديد. سيد هشام، أيضا ذكرت بأنه هناك اتصالات تجري واتصالات لم تتوقف مع وزارة الصحة لإن كان لعملية الدعم كما قلت أو حتى لتوفير الحماية. يعني هل يجب أن تطلب وزارة الصحة أم يكون هناك اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتوفير هذا الدعم وهذه الحماية؟ لنفهم الصورة بشكل أفضل. يعني مبدئيا هناك قانون دولي إنساني واضح لا لبس فيه بأن المستشفيات محمية بموجب هذا القانون، ومن في المستشفى من مرضى ومن جرحى ومن طواقم طبية محميين. حتى إذا في ظروف معينة فقدت هذه المستشفى حمايتها، يبقى من فيها من مرضى وجرحى وفرق طبية محميين بموجب القانون الدولي الإنساني. هذا أولا. أنا لا أقول أن يعني المستشفيات هنا تم استخدامها لغرض عسكري، ولكن هذا ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني، هذه من ناحية. ناحية أخرى، لقد حدث قبل ذلك أن تقدمت لنا على سبيل المثال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بطلب إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات الإسرائيلية بغية إخراج النازحين الداخليين والأسر النازحة داخل مستشفى الأمل التابع لها في محافظة خان يونس، وقد قدمنا هذا الطلب للجهات الإسرائيلية وقد حصلنا على الضوء الأخضر، وبالتالي تم إخراج الأهالي وفق الآلية المرجوة إلى حد كبير. عذرا على المقاطعة سيد هشام، لكن ما يجري يعني نعم سأعود إلى هذه النقطة، لكن ما يجري هناك يعني واجبات أخلاقية، واجبات إنسانية، تحديدا بما يجري الآن في مجمع ناصر الطبي. هل المنتظر منكم هو طلبات معينة حتى يكون هناك فرق تقوم بموضوع الحماية والدعم؟ نحن لا نأخذ على عاتقنا إفراغ المستشفيات ممن هم متواجدين فيها. إذا ما تقدمت السلطات المعنية أو وزارة الصحة تحديدا أو جمعية الهلال الأحمر على سبيل المثال بطلب تسهيل عملية إخلاء هذه المستشفى، ذلك يتم من خلالنا كوسيط إنساني محايد وفق معايير وشروط محددة، أهمها هو توفير كل التدابير الأمنية اللازمة من الأطراف المعنية فيها الجهات الإسرائيلية لتحقيق هذا الغرض. لا يمكن أن نعرض الأهالي أو المرضى لخطر، ولكن يجب أيضا الأخذ بعين الاعتبار أن من يتم إخراجهم هل سيتم إخراجهم وفق هذه الآلية أم لا؟ هذه مسؤولية تقع تماما على الأطراف المنخرطة في النزاع، وتحديدا الجيش الإسرائيلي المتواجد على الأرض والمسيطر عليها. هناك طرق مدمرة، هناك طرق قد يتواجد فيها بقايا متفجرات أو أجسام غير منفجرة.
هل هناك وصول آمن لكل ما يحتاجه الأهالي للبقاء؟ هل سوف يتم توفير لهم ملجأ؟ هل سوف يتم توفير لهم الحماية؟ هذا هو موضوع السؤال الآن، وهذا ما نقوم بمحاولة متابعة تفاصيله مع الجهات المعنية بما فيها الجهات الإسرائيلية. ما وأيضا ما حدث في إخلاء مستشفى الأمل لا ليس هو بطبيعة الحال ما يحدث الآن، ما يحدث منذ الأمس في مستشفى المجمع الناصر الطبي، وهذا ما نعمل بشكل حثيث من أجل التأكد منه. بما أنك ذكرت مستشفى الأمل، أيضا كانت هناك بعض الأخبار تتحدث بأنه تم استهدافات في مستشفى الأمل وفي محيط مستشفى الأمل أيضا، هل هناك أي معلومات متوفرة لديكم؟ نحن نبقى على اتصال مباشر مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. للأسف فقدوا متطوعين، فقدوا فرق طبية، ضباط إسعاف كانوا في مهمات تم التنسيق لها أيضا قد تم قتلهم، ولقد أدلنا بشكل علني وواضح كافة الاعتداءات ضد الفرق الطبية. هذه ليست بيئة عمل مناسبة لإنقاذ الأرواح، هذه ليست بيئة عمل مناسبة للفاعلين الإنسانيين سواء كانت طواقم الصليب الأحمر أو غيرها، لأنها تفتقر إلى التدابير الأمنية اللازمة، نفتقر إلى الإمدادات بالدعم الإنساني الذي يحتاجه مئات الآلاف في المستشفيات، في الملاجئ، حتى الذين يقطعون في الخيم في الشوارع والطرق.